مساعي تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا تقترب من خطوتها النهائية. الحزب الديمقراطي الحر المعروف بمواقفه المؤيدة لقطاع الأعمال والاقتصاد الحر يوافق على دخول ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر. بأغلبية ساحقة وافق مندوبو الحزب على الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. رئيس الحزب كريستيان لندنر حث الأعضاء على الموافقة حتى وإن كان الائتلاف لا يلبي توقعات الحزب بالكامل على حد تعبيره، موضحاً أنه ائتلاف يخدم مصالح الجميع. في نهاية المطاف أصبح لدينا الآن اتفاق على الائتلاف. أنا مقتنع بأنه لا يجسد القواعد التي وضعناها لأنفسنا، لكن هذا الائتلاف يجسد توقعاتنا بالتوسع وأن يكمل أحدنا الآخر ويضع سياسة جديدة لبلدنا. وتقرب هذه الخطوة زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز كثيراً من إتمام مهمة تشكيل الحكم، فقد وافق حزبه على تشكيل الائتلاف خلال تصويت جرى السبت، وتبقت خطوة أخيرة بموافقة حزب الخضر على الشراكة. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الألماني الأربعاء المقبل للتصويت على انتخاب شولتز مستشاراً خلفاً لأنجلا ميركل. وتهدف الحكومة الألمانية الجديدة إلى تكثيف الجهود ضد تغير المناخ وتحديث الخدمات والبنية التحتية، خاصة في مجال خدمات شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، وتبني نهج مختلف في معالجة قضية الهجرة بتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية من ناحية، وبذل جهود أكبر لترحيل المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء.